السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اخد شغل من الاوتوكاد ويحوله لبرنامج الاوتوكاد. ولكن مثلا المشروع ده فيلا، ما ينفعش اخد الملف ده كله واحوله على الاوتوكاد، لازم كل دور اخلي في لوحة الاوتوكاد لوحده منفصل، تمام؟ فانا ممكن اعلم مثلا على الدور الاول واقول له دبليو بلوك، واقول له مثلا سيفه لي باسم مثلا جراوند، وهذا القياس مثلا نخليها مليمتر، تمام؟ وهقول له سيفولي مثلا على الديسكتوب، تمام؟ الدي دبليو جي اللي كنت اكتب ما بيقبلهوش، تمام؟ طب دي مشكله؟ لا مش مشكله، هو بيقبل دي اكس اف، واي ملف دي دبليو جي ده يتحول دي اكس اف. دي اكس اف ده امتداد لتبادل الملفات بين البرامج، تمام؟ هقول له سيف، كمان سيف، نروح لليكوتكت. هاجي دلوقتي في ملف الاوكوتكت واقول له انا عايز اعمل امبورت لملف الاوتوكاد، واقول له من الديسكتوب هات لي دي اكس اف جراوند اهوت، تمام؟ اوبن، واقول له بقى حول لي وحده قياس، ممكن مثلا تكون هي بالمتر، عايز اخليها بالمليمتر، يعني زي ما انت عايز، الماتيريال اللي انت عايزها، واقول له لود، فبيبدا يحوله لي او يفتح لي ملف الاوتوكاد اهوت، فاقدر ان انا ابدا اشتغل عليه. ممكن اقدر اقول له انا عايز اعمل زون، هنا الزون بتاعتي اهي بحدد الاكس والواي والزد، دلوقتي على الزيرو هترسم على الزيرو، فاقول له اهو دي حدود الزون بتاعتي، نفس الكلام ده هيتعمل في كل غرفة غرفة. خلصت دوس سكيب، هيروح يقول لك عايز اسميها ايه، سميها زون 2 مثلا، تمام؟ طيب تعالى نخش كده في 3 دي نشوفها اهي، تمام؟ طيب لو انت عايز ترسم بقى ايه، نرجع تاني، لو انت عايز ترسم باب او شباك او الحاجات دي كلها بسيطة جدا، تعالى هنا اهو، انت كده معاك الاوتوكاد فتقدر تشوف ايه اللي انت عايز ترسمه في اللوحة بتاعتك. مثلا في هنا مثلا باب، عايز ترسم انت باب هنا، فتقول له انا عايز ارسم دور، درو دور، وتقول له انا عايز ارسم هنا من هنا لهنا مثلا الدور بتاعي، تمام؟ او ممكن تقول له درو انسيرت شيلد اوبجكت، وتختار الدور وتختار الويتس والهاي والاكس والواي والزد زي ما انت عايز اهوت، وتقدر تيجي على الباب دوت، تمام؟ وتغير المقاس بتاعه، وتقدر تعمل له موف للباب دوت مثلا من هنا لهنا، ومن خصائص الباب تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، فتقدر تيجي تعمل سيلكت على الباب وتقدر تعدل، تدوس عليه مرتين وتقدر تنقل الحدود بتاعته، او ممكن تدخلها اوتوماتيك اهيت، او ممكن تدخل زي ما احنا بنعمل باب، كنت تقدر تكتب الرقم مظبوط لو انت معاك الاسكادول اللي فيه ارتفاعات الابواب وهكذا، تمام؟ تقدر برضو ترسم كل الشبابيك، مثلا تيجي تقول له انا عايز ارسم شباك وتديله المقاس بتاعه مظبوط، تقدر تحدد الحيطه مثلا وتيجي هنا تقول له درو، وتقول له انا عايز ارسم مثلا انسيرت شيلد اوبجكت، تقول له انا عايز ارسم ويندو، تديله الابعاد هي مظبوطه والستيل هاي وهكذا، يروح يرسم لك الشباك زي ما انت عايز. كل غرفه من دول هتبدا تعمل الزونه بتاعتها، تمام؟ يعني مثلا الغرفه دي مثلا اهيت، تمام؟ تبدا ترسم الزونه ديت، زون 3. لما تيجي هنا في الليارات بتاعت الزونات، هتلاقي عندي هنا كل زونة ليها اللير الخاص بتاعتها، تقدر تطفيها، تقدر تعمل على سيلكت، يعني ممكن تيجي على زون 3 دي من الكرنت تبدأ عشان تتحكم فيها، تقول له مثلا سيلكت اوبجكت اون، عايز تقول له شو اول زون، لو انت عايز تقدر تقول له اعمل لي موف، فتقدر تحدد هتتنقل لفين المنطقة ديت، تقدر تعمل لها موف بحيث لو انت عايز تنقلها للدور اللي فوق، تقدر تخفيها لو انت عايز تخفيها، تقدر تغير السيتنج اللي فيها، تعمل لها هايد شو، تقفلها، تعدل فيها، تعمل لها رينيم،
فتقدر تعمل اي زونة انت عايزها، تمام. وممكن تعمل مثلا زونة كمان هنا لدول، وممكن تعمل بارتيشن. تعال نشوف موضوع الزون والبارتيشن. يعني هقول له اعمل لي زون هنا، اهي من هنا لهنا لهنا، تمام. خلصت هقول له اسكيب، بيقول لي سميها ايه. طيب انا عايز ابدا ارسم بقى بارتيشن، فتيجي هنا للبارتيشن من هنا لهنا، ده بارتيشن اهو، اسكيب وبارتيشن كمان من هنا لهنا. طيب مع العلم ان البارتيشن ما بيعتبرش زون، يعني هو ما بيقسمش الزون ده لزونتين او ثلاثة، هو مجرد بس فاصل او حاجة تقسيمه جوه الزونة نفسها. طيب لو انا خلصت شغل مثلا في الدور دوت، يبقى الغي الحاجه ديت، الغي ملف الاوتوكاد دوت. ده ملف الاوتوكاد تقدر تلغيه او تقدر تنقله للدور اللي فوق، بحيث ان انت مثلا تنقله للدور الثاني او الثالث بحيث تكمل شغل عليه. تقدر تقول له موف، او ونقدر نيجي هنا نقول له مثلا احنا عايزين نشتغل على موضوع الزد اهو، تعمل بس سيلكت من هنا على الدور الجراوند دوت وتقول له موف وتنقله مثلا. بيقول لي انت لسه ما عملتش سيلكت على حاجه، تمام. سيلكت واقول له موف، واقول له مثلا ان له لي مثلا من هنا لهنا، او اكتب له الرقم قد ايه بالظبط، يعني ممكن مانوال، او تقول له مثلا ان له لي ليه 3 متر. تقدر تنقله ليه الارتفاع اللي انت عايزه، او تنقله مانوال، تحدد اول نقطة وتحدد ده النقطة وين اللي، تمام، بحيث ان انت تكمل شغل عليه في الدور اللي فوق. طيب لو انت عايز ترسم حاجة في الدور اللي فوق، لما ترسم على ملف الاوتوكاد، لما ممكن تيجي هنا في التوب وتقول له انا عايز ارسم زون، وتبدأ الرسم هنا ان انت تقول له انا هرسم على ارتفاع 3 متر، تمام. فاللي انت هترسمه دلوقتي هترسم على ارتفاع 3 متر، مش هترسم مع بقية الشغل، تمام. فتقول له مثلا عايز ارسم حدود للمكان دوت اهو، تمام. وبعد كده اسكيب، بيقول لي سميه زون 5. طيب تعالى بقى نشوف كاب 3D، هتلاقي ان هو بقى في ارتفاع اعلى من زمايله، لان انا خليته يبقى على ال وانا برسمه قلت له خليه على ارتفاع رقم 3. طيب لو انا في زونه معينه عايز اكررها، لو انا في زونه معينه عايز اكررها، تمام، يبقى هعمل سيلكت على الزونه اللي انا عايزها، واجي هنا هقول له دوبليكيت. طيب هيكرر في نفس المكان؟ لا، ده انا عايزه مثلا الزون الاوفست 0، الزون هو اللي انا عايزه يبقى مثلا 3 متر. هيعمل ايه؟ هياخد كل الادوار اللي موجوده في الدور اللي فوق ويطلعها، وبعد كده انا اعمل سيلكت عليها واعدل عليها، تمام.